أبحث عن أصحاب معا معا نلعب أبحث عن ألعاب نلهو ولا نتعب أبحث عن أولاد في بهجة الأعياد معا معا نلعب معا نلهو ولا نتعب أبحث عن ألوان للروض والزهر لفرحة العيد أبحث عن ألحان للطير والنهر خضر الأناشيد أبحث عن إنسان يعيش في قلبي أبحث عن إنسان يسير في دربي مرحبا. الطقس جميل جدا اليوم، الشمس مشرقة، في الحديقة العامة الأزهار متفتحة، أزهار الأقحوان. زهرة أقحوان أيضا زهرة أخرى حمراء. ماذا يوجد أيضا في الحديقة العامة؟ أشجار كبيرة وعالية. الحديقة العامة الناس يتنزهون، أطفال يلعبون أو يجلسون على المقاعد. أعشاب في الحديقة العامة، فوفو وخفيف زكزك ذهبوا اليوم مع حكمة إلى أين؟ إلى الحديقة العامة. مرحبا. الطقس رائع، الطقس جميل هذا اليوم. نحن موجودين في الحديقة العامة حيث الأزهار والنباتات والأشجار، أصوات العصافير. زكزك يستمع إلى أصوات الطيور، يتفرج على الحديقة، ورنا تأكل مثلجات. انتبهي رنا لا ترمي البلاستيك الفارغة في أرض الحديقة العامة. يجب أن نحافظ أيضا على الحديقة، يجب أن تكون دائما نظيفة. نرمي الفضلات أو علب البلاستيك الفارغة في سلة المهملات. فوفو يلعب بالكرة، أما خفيف يطالع بكتاب ويتفرج على صور الحيوانات، وأنا أيضا أطالع بكتاب عن عالم الطيور. معانا كعك، معانا حلوى، معانا مثلجات، جاء بائع الحلوى، معانا غزل البنات. أهلا، ما معك يا بائع الحلوى؟ كل شيء، حلوى، مثلجات، غزل البنات، ماذا تريد؟ كيس غزل البنات من فضلك. تفضل. هل لديك كعك؟ طبعا. شكرا. تفضل. شكرا. ألا تريد بعض الحلوى والمثلجات
كلا، يجب أن نأكل كثيرا، هذا يكفي. حسنا حسنا، شكرا. تفضل، هذا كيس هدية مني لكي تضع فيه الأوساخ. كيس للأوساخ لكي لا نرميها في الحديقة. نعم، شكرا، إلى اللقاء. مع السلامة. معنا حلوى، معنا مثلجات، معنا غزل البنات، معنا كعك. ما رأيكم بزيارة إلى أين؟ إلى الحديقة العامة لكي نتفرج على المتنزهين والمتنزهات في الحديقة العامة. رحلة إلى الحديقة العامة. حديقة عامة مليئة بالنباتات والأشجار. بعض المتنزهين من كبار وصغار. رحلتنا اليوم مبكرة، لكن عادة في فترة بعد الظهر عدد كبير من المتنزهات والمتنزهين يقصدون الحدائق العامة. أولاد يلعبون باللقيطة، الأمهات مع الأطفال الصغار، يجر عربة أخيه الصغير، المراجيح، يجب أن نحافظ دائما على النظافة في الحديقة العامة. لا ننمي الأوساخ إلا في سلة المهملات، لأنها ملك للجميع. هكذا تبقى نظيفة ويستمتع بها الجميع. بخاخات الماء، ما أجمل أزهار والمياه الرائعة. يجب أن لا نقطف أزهار الحديقة أو نمشي على النباتات الخضراء المتنوعة. نوافير المياه، صحتين. إنه تعب يريد الارتياح هنا. يقرأ الجريدة أو الصحيفة. أزهار جميلة. أنواع متعددة من الأزهار والنباتات يجب أن نحافظ عليها ولا نقطف منها حتى تبقى وتبقى وتبقى جميلة. شلالات صغيرة من المياه، نأخذ صورة تذكارية. الأطفال يأتون عادة بعد المدرسة إلى الحديقة العامة للقيام ببعض الألعاب المسلية اللطيفة، ومنهم من يأتي للراحة، البعض الآخر يأتي للمطالعة ثم للتحدث مع الأصدقاء. قليلا من الراحة ثم نعود إلى اللعب. Thank you.
هم يبدأ صغير ويكبر ويكبر إلين ما تصير حمل ثقيل شايلة على كتافك. ووفر على نفسك إحراج القشرة وردها لحجمها الطبيعي. Head and Shoulders يومياً مثبت علمياً إنه يزيل القشرة 100% ويخلص عليها نهائياً. Head and Shoulders، ريح راسك. لولا لم تكن ممثل فماذا تكون؟ أنا كنت منتخب دمشق في كرة الطائرة. جرحتني الجروح وأنا قلبي نروح. شو هم تعمل له هيك؟ قوم تعال. تمنع تدلع تعال فوق فوق الصدي مني كفر مر الكرام. كل متى شوفك يا كامل وصوفك. فنان الأسبوع الثلاثاء 11 مساء على قناة ذكريات. يا عبد الرحمن تخاف ارفع عالية ورافق. لحظات لا تنسى في عالم الكرة السعودية. مباريات طبعت في ماضينا. ذكريات كروية الجمعة 1 مساء على قناة ذكريات. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يشفيه. هذا اللي مزعلك عبد المحسن. الكلام معي أنا اللي تزوجتك مو أبوي. عايز أتمم هذا الزواج بأسرع ما يمكن. عزيز هذا أنا ما أعرفه، غيرك استغل الناحية هذه أو دخل منها. المثل يقول الضربة اللي ما تكسر الظهر تقويه. خيوط القرب يومياً 9 مساء على قناة ذكريات. دورك يا حبة الحنطة، لا أحد يغلبه أبدا. إنه يربح دائما بلعبة القوس. برافو برافو. اسمي يا كاري، أضع على رأسي ريشة نسر، أعطاني إياها الزعيم الهندي. اسمعوا قصة ريشتي. في يوم من الأيام ذهب رجال قبيلتي لصيد الخيول البرية، ولما رأوها حاصروها في مكان ضيق وقبضوا عليها، لكن حصانا واحدا أفلت وهرب. كان أسرع من البرق وكان اسمه لمع البرق. البرق قدمه عالقة. لحظة سأخلصك، تفضل أنت حر الآن. ما أجمل هذا الحصان، خسارة. رحل بسرعة، ليتني أمسكت به. وتسلقت أعلى شجرة في الغابة كي أرى الحصان وأمسك به. آه، غيمة من الغبار خلف الصخرة. لنرى عن قريب سبب هذا الغبار.
خيول برية ولمع البرق معها. هذه المرة لن يفلت مني قليل من الذكاء والصبر، وعندما يرتاح تحت الشجرة أمسك به. مع الأسف لا يريد أن يصبح حيوانا أليفا. ألا تريد أن تكون صديقي؟ إنه يجيبني. إذن أستطيع أن أكلم الحيوانات. ومنذ ذلك الحين أصبحنا صديقين لا نفترق. إنه حصان رائع، يفهم كل ما أقول، وأنا أسمح له بالذهاب حيث يشاء. وهكذا أمضينا النهار سويا. وعندما وصلنا إلى القرية ركض السكان نحوي وصفقوا فرحا واعتبروني بطل الأبطال لأني ركبت حصانا لم يستطع أحد أن يمسك به. وقدم لي الزعيم الكبير هذه الريشة مكافأة لما فعلت. وردة جميلة لكن لا رائحة لها، طبعا لأنها مصنوعة من ورق أنا صنعتها. ما رأيكم نصنع زهرة مثلها؟ جاهزين؟ طريقة سهلة، بحاجة لورق شفاف ملون، بحاجة لقش لتلصيق، ورقة مربعة نطويها بهذا الشكل ثم مرة أخرى ثم من الزاوية إلى الزاوية تقريبا وهكذا، ثم بواسطة الأصابع ننزع القسم الأعلى. أصبح لدينا شبه زهرة. فينا نوضع عدة أوراق مع بعض، بحاجة أيضا لورق شفاف أخضر مستطيل نقصها بشكل ورقة خضراء حتى تلصق على الزهرة، نوضع تلصيق وهكذا، نبرم الورقة الخضراء حول الزهرة ثم نفتح الأوراق قليلا ونأتي بالقشة، أيضا يمكن وضع قليل من التلصيق، وندخل الوردة داخل القشة. أصبح لدينا وردة جميلة سأقدمها للماما هدية. تعرفوا اسم الشخص اللي بيهتم بالحدائق؟ يسقي النباتات ويقتلع الأعشاب اليابسة، اسمه جنيناتي. جنيناتي يهتم بالحدائق. بالقصة اليوم أبو سعيد جنيناتي اسمعوا حكمة بخبر الحكاية. كان أبو سعيد أسعد جنيناتي في العالم. كانت له أكبر حديقة في المدينة، الحديقة العامة. في الحقيقة لم يكن هو صاحب الحديقة، لكنه كان يسمح للأطفال أن يلعبوا فيها أو يتفرجوا على الأزهار.
كان بيته في آخر الحديقة، سقفه عال جدا يلامس أعلى شجرة فيها. في أيام الحر الشديد كان أبو سعيد يترك نوافذه مفتوحة فتدخل أغصان الأشجار إلى غرفته بحثا عن الظل. أجنناتي أبو سعيد يغني دائما نفس الأغنية، لو كنت بحارا تعلمت السباحة في البحار، لو كنت بحارا لبست قبعة عليها شعار، لو كنت بحارا تعلمت السباحة في البحار، لو كنت بحارا لبست قبعة عليها شعار. كان يحلم بقبعة بحار ويلبس كوفية قديمة من حرير يربطها فوق رأسه لتحميه من حر الشمس. ولما ولد ابنه البكر سماه سعيد، لكن كل أطفال الحي كانوا يلقبونه بالسعدان لأنه كان يتسلق الأشجار طيلة النهار ووالده يناديه: سعيد أنزل، سعيد هيا ساعدني في سقي الأزهار، ويبقى سعيد السعدان مختبئا بين أغصان الأشجار يرشق فتات الخبز للعصافير وعلى الأطفال فيعلو الصراخ ويركض مرة أخرى أبو سعيد كالمجنون كفيته بيده خائفا على أزهاره الحلوة. وذات صباح لاحظ أبو سعيد أن الحزن يخيم على البستان. لماذا سكتت الطيور عن الغناء؟ نادى سعيد، لكن أين الطيور؟ بحث عنها على كل الأشجار فلم يجدها. لماذا رحلت الطيور؟ جميعها رحلت. سعيد هو المسؤول. لا غير معقول، إنه يطعمها فتات الخبز، كيف ترحل؟ وظلت الحديقة صامتة بضعة أيام وبضعة ليالي، وانهمرت دمعة حزن على خد أبو سعيد. ولكن هذا الصباح استيقظ من نومه عند طلوع الفجر ترك أبو سعيد فراشه لابسا ثياب النوم ووقف أمام الباب. ماذا رأى أمام الباب؟ رأى علبة رسم عليها بحر وباخرة شراعية. فتح العلبة فوجد فيها قبعة بحار عليها شعار، هذا ما يريد. قالت له الطيور: ذهبنا إلى البحر، أعطانا إياها بحار وقال لنا الأزهار في البحر لا تحتاج إلى جنينات يحب القبعات، ابقى معنا نكون أسعد طيور في العالم لأنك الجنينات الوحيد الذي يلبس قبعة بحار. وعاش أبو سعيد طوال حياته في الحديقة يلبس قبعة ويغني: لو كنت بحارا تعلمت السباحة في البحار، لو كنت بحارا لبست قبعة عليها شعار. رنا زكزك فوفو خفيف حكمة سمر، رنا زكزك فوفو خفيف حكمة سمر، رنا زكزك فوفو خفيف سمر. سمر، نعم. قطفت الزهرة من الحديقة العامة؟ طبعا كلا، أنا أعرف ممنوع قطف الأزهار من الحدائق العامة. هذه الزهرة اسمها زهرة الأقحوان. الأقحوان؟ نعم، تنبت في الغابة أو على حفاف الطرقات،
رنا، خفيف، زكزك، فوفو. فوفو سيبدأ اللعب. نعم. أنا ألعب عن خفيف ورنا، وأنت تلعب عن زكزك وفوفو. حاضر. بهالمزهرية في أزهار، يجب أن نعرف اسم كل زهرة. دورك فوفو، انتبه جيدا، ما اسم هذه الزهرة؟ نعم فوفو، ها فوفو يقول بأن هذه الزهرة لها رائحة ذكية ومعروفة جدا. صح، إنها وردة. عافيك فوفو. صح. دور خفيف. خفيف، ما اسم هذه الزهرة؟ هذه الزهرة لا رائحة لها. خفيف بيعرف اسمها، انتو ايضا. عفاكن، زهرة الاقحوان. صح. دور زكزك. دور زكزك. نعم زكزك، تبه جيدا، ما اسم هذه الزهرة؟ نعم زكزك لا يعرف. لا تعرف زكزك؟ أنت زكزك الزكي لا تعرف؟ أنا أعرف. أنت تعرف حكمة؟ أنتوا أيضا تعرفوا؟ زهرة نصادفها على ضفاف الأنهار وعلى حافة الطريق، إنها زهرة الدفلة. دفلة، فهمت زكزك؟ صح. عفاك. دور رنا. رنا، إذا دفلة، أقحوان، وردة. ما اسم هذه الزهرة الجميلة البيضاء؟ رائحتها ذكية وطيبة. زهرة بيضاء. نعم، لها رائحة طيبة، اسمها زهرة الياسمين. صح، زهرة الياسمين. إذا نحن ربحنا حكمة. مبروك. شكرا. أنتوا أيضا إذا تنزهتوا بالحديقة العامة أو بالطرقات شاهدتوا أزهار، حاولوا تتعرفوا على أسمائها أو اسألوا الماما والبابا. وقتنا معكم انتهى اليوم، نلتقي فيكم مرة تانية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.